السلام عليكم مساكم الله بالخير. يتساءل الكثير ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم، قالوا نصومه شكرا لله لأن الله نجى موسى من فرعون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم بموسى، ليس كما يفعلها الكثير الآن. من فالكثير منا يظن أن يوم عاشوراء أنه مخصص للشيعة، لا والله، إنما هو فرح لنجاة موسى من فرعون، ونقتدي بما اقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل الآن الشيعة كاللطم والضرب والشتم والقذف وسب الصحابة وشتم الصحابة والدماء والإثارة والانتقام. لا والله، كل هذه الأمور ليست ولله الحمد في ديننا، والإسلام بريء مما هم يتصرفون. أكبر دليل أهل هذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام، شاهد هذا المقطع وحكم بأم عينك واعلم أنك على الحق ولله الحمد وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أترككم على المقطع. عباس عاين عباس.